بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 71 بعد 100. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه، وبعد. سئل الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، سئل عن علو الله على خلقه وحكم من نفى ذلك، فأجاب بقوله: الحمد لله اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد سلف الأمة كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين. وكذلك أبو حنيفة رحمه الله، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. قال الشافعي في أول خطبة الرسالة: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، فبين رحمه الله أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال أحمد بن حنبل: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا، ويعلمون أنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله. إلى أن قال رحمه الله، يعني الإمام أحمد: هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، وهو الذي كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا، ولا يماثله شيء من الأشياء في شيء من صفاته، فليس كعلمه علم أحد، ولا كسمعه وبصره سمع أحد ولا بصره، ولا كقدرته قدرة أحد، ولا كرحمته رحمة أحد، ولا كاستوائه استواء أحد، ولا كتكلمه تكلم أحد، ولا كتجليه تجلي أحد. والله سبحانه قد أخبرنا أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وحريرا وذهبا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. فلما كانت هذه المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة مع اتفاقها في الأسماء، فالخالق أعظم علوا ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق وإن اتفقت الأسماء. قد سمى نفسه حيا عليما سميعا بصيرا، وبعضها رؤوفا رحيما، وليس الحي كالحي، ولا العليم كالعليم، ولا السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير، ولا الرؤوف كالرؤوف، ولا الرحيم كالرحيم. وقال في سياق حديث الجارية المعروف: أين الله؟ قالت: في السماء. لكن ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماء وأن السماء تحصره وتحويه، فإن هذا لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. قد قال مالك بن أنس: إن الله في السماء وعلمه في كل مكان، إلى أن قال: فمن اعتقد أن الله في جوف السماء محصور محاط به وأنه مفتقر إلى العرش أو غير العرش من المخلوقات، أو أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه، فهو ضال مبتدع جاهل. ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إله يعبد ولا على العرش رب يصلى له ويسجد، وأن محمدا لم يعرج به إلى ربه ولا نزل القرآن من عنده، فهو معطل فرعوني ضال مبتدع. وقال بعد كلام طويل:
والقائل الذي قال من لم يعتقد أن الله في السماء فهو ضال، إن أراد بذلك من لا يعتقد أن الله في جوف السماء بحيث تحصره وتحيط به فقد أخطأ. وإن أراد بذلك والقائل الذي قال من لم يعتقد أن الله في السماء فهو ضال، إن أراد بذلك من لا يعتقد أن الله في جوف السماء بحيث تحصره وتحيط به فقد أخطأ. وإن أراد بذلك من لم يعتقد ما جاء في الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الله فوق سماواته على عرشه باين من خلقه فقد أصاب، فإنه من لم يعتقد ذلك يكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم متبعا لغير سبيل المؤمنين، بل يكون في الحقيقة معطلا لربه نافيا له، فلا يكون له في الحقيقة إله يعبد يعبده ولا رب يسأله ويقصده. وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل. والله قد فطر العباد عربهم وعجمهم على أنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو ولا يقصدونه تحت أرجلهم. ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة. وذكر بعد كلام طويل حديث: كل مولود يولد على الفطرة. قال: ولأهل الحلول والتعطيل في هذا الباب شبهات يعارضون بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها وما فطر الله عليه عباده وما دلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة، فإن هذه الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته عال عليها. قد فطر الله على ذلك العجائز والصبيان والأعراب كما فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى. قد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز: عليك بدين الأعراب والصبيان في الكتاب، وعليك بما فطرهم الله عليه، فإن الله فطر عباده على الحق، والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها. وأما أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية ونحوهم فيريدون أن يغيروا فطرة الله، ويريدون على الناس شبهات بكلمات مشتبهات لا يفهم كثير من الناس مقصودهم بها ولا يحسن أن يجيبهم. وأضل ضلالتهم تكلمهم بكلمات مجملة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا قالها أحد من أئمة المسلمين كلفظ التحيز والجسم والجهة ونحو ذلك. فمن كان عارفا بحل شبهاتهم بينها، ومن لم يكن عارفا بذلك فليعرض عن كلامهم، ولا يقبل إلا ما جاء به الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن يتكلم في الله وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل. وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه، فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوه، ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني. فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم. وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وقال أبو يوسف القاضي: من طلب الدين بالكلام تزندق. وقال أحمد: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وقال بعض العلماء: المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما. المعطل أعمى، والممثل أعشى،
ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. قد قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والسنة في الإسلام كالإسلام في الملل. انتهى كلام الشيخ رحمه الله في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.